حبي لا لا ما بنزل. اتصلوا بالشرطة اتصلوا بالشرطة اتصلوا بالشرطة اتصلوا بالشرطة اتصلوا بالشرطة. طلعت حرب راجع 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 راجع. السلام عليكم احلى ناس في الدنيا. النهارده بقى يلا يا عزيزي جايب لك حلقه وهي بالطبع ما انت عارف ولا اي حلقه. يعني حلقه النهارده يلا يا عزيزي من كوح الصحاري الاخ الفاضل الفنان المحترم الجميل ساهر المنذر. يعني حلقه جميله بعنوان ساهر يبحث عن زوجه. بس عايزك قبل ما نبدا الفيديو على خير الله تنزل تدعم قناه اخوك علاء عفروتو وتشترك فيها كده وتروق عليه وتقول له انا متابع اخوك السدس. يعني فما تكسفونيش يا جدعان. يعني الراجل يعني اول مره يطلب مني حاجه يعني. فنشوف اخوات السدس هتروح يعني ايه ترحب بالراجل هناك. وقبل ما نبدا الفيديو على خير الله عايزك لا تنسى ام اللايك الشير خلفيه حساها حنايح. ولو مش مشترك في ام القناه انا اسف انزل اشترك واعمل الجرس على الكل عشان خاطر ايه يجي لك كل شعار. يعني يلا نبدا الفيديو على خيرة الله. وزيع يا ابن والدي اسمعوا الاشي واو اللحظة واو صح من قبل حققت هذا الحلم وتزوجت مرتين ولبست فستان عرس مرتين. طبعا طبعا ده انت راجل خبرة يعني مرتين جواز. يعني انا اعرف بنات لحد دلوقتي ما فيش يعني حد يعني تقدم لهم. انت كفاءة يلا لكمل بقى ام الفيديو اللي بعديه. وزيع مشيت على المول لحتى ادور على عريس بلكي بلاقي سعيد الحد بالمول. صرح اروح اعمل حالي انه رح اشرب اشي عشان يتحشروا فيني شباب وحدا يعرض علي الزواج. خلونا نبلش. ده احنا هنبلش من هنا للصبح. بيقول لك يمكن انا سعيد الحظ. يعني انت عامل سحب على عربيات كيا سراطة. يعني ماشي ما علينا. فنكمل المسيرة الجميلة بتاعت الفنان. وانا احب اقول له كونجراتوليشن والف مبروك وعقبال البكاري. نكمل باقي الفيديو. زي انا بطلت اتحمل الاشي اللي عم بصير هون انه كمية الارسال اللي عم تلحقني من الكنون كبيرة. ايه شايف الفرحة عزيزي؟ الفرحة في عيون ساهر. انا فرحان لك يا ابني. ايه مالك بس انت يعني اهدى شويه عشان خاطر ما حدش من العرسان يفتكرك انت انك مندلق على الجواز. دي نصيحه يعني انا احب اديها لك واحب اديها لاي لاي عروسه. انت فهمنا عزيزي؟ نكمل ونزيع. لسه رايحه على اشهر مكان بحيفا. مثل ما انتم بتعرفوا بين جليون هو اشهر منطقه موجوده بحيفا. راح اروح وراح اشوف رده فعل الناس وراح ادور على عريس ببين جليون. اعتقد انه راح الاقي سعيد الحظ ببين جليون لانه ليه بقى يا عزيزي؟ لان البنجرونيين عليهم بتنجان اعوذ بالله. وهو يعشق هذا البتنجان فهو بيحب ايه يستورد البتنجان المقلي وياكله هناك. انت فهمني؟ نكمل بقى ام الفيديو. وزيع لا 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 اسمعوا 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 قبل ما انزل بالسياره اتصلوا بسياره شرطه تيجي توقف لنا. يلا اتصل. هو خدمه عملاء ماكدونالدز. ايه اتصل بشرطه دي؟ طيب يعني انا عايز افهم. انا صعقت حقيقه يعني. بس برضه جميل يا ساهر وما تخافش الدنيا لسه بامان والدنيا حلوه. الدنيا ايه؟ الدنيا حلوه. نكمل. زيع شايف الدموع يا عزيزي؟ بيقول لك انا كنت اتمنى ان اهلي يكونوا معايا في هذه اللحظه. بذمتك ودينك انت ما بكتش على ان هو يعني لوحده المفروض ان احنا يعني ندفيه دفاء اسري. واخد بالك يا عزيزي الدفاء الاسري اخوات الصبيان هم اللي عارفين يعني ايه دفاء اسري. زيع يا اسري زيع. انا يعني انا سعيد جدا ان انا بنقلك يا عزيزي هذا الخبر الجميل. زفاف عظيم للاسطورة ساهر المنذر. انا سعيد جدا. انا الان اسجل اني معلق. الان سجلوني اني معلق ان اعلق على هذه اللحظة السعيدة. لحظة بكاء جميلة وكلها دفء اسري جميل. نكمل بقى ام الفيديو. زي عزيزي اشتركوا
انا مش عارف من حلاوته العريس جري وراه انت فاهمني، يقوله تعالى لي انا حلني لما تجيلي حاجه حلوه زي دي. طبعا احنا مش عارفين ايه السبب اللي حصل، فنكمل عشان نعرف ايه اللي حصل وايه سبب سعي هذا الشاب الجميل وراء هذه العروسه الفاتنه زيع. انتوا مش قادرين تفهموا ايش اللي صار. انا كنت فجاه بالشارع عم بصور الفيديو، فجاه صار الفيديو اللي انتوا شفتوه. انا مش منيحه، انا ما كنت متوقع انه يصير في الي محاوله انه حدا يتعدي يعتدي علي او يسوي لي اشي بيوم عرسي. او الناس ولاد حرام، البشر بنت الحرام جايين عليا. ليه كده تقتلوا فرحه البنيه؟ ليه يعني ليه نقتل فرحه البنيه كده؟ يعني ده يوم عرسها الثالث، يعني اللي ثالث مره تمارس مراسم الضبط الدولي. يعني ما ينفعش، ليه تقطعوا اللحظه الجميله عن السهوره؟ عيب، لازم يبقى في اخلاق وانسانيه والتعامل ورفقكم بهم، ارفقوا بهم. انت فاهم الرفق بايه يعني؟ نكمل وزيع. خلاص قاعدين عم تضحكوا وماخذين الموضوع باستخفاف، وقاعدين تضحكوا يا نتفق على وجهه قنبلي وكلام بخزي، مش شايفين منظري؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. اهو جبت لنفسك حسبنا الله فيك. انت فاهمني، حسبنا الله فيك، ده راجل بركة محترم. والراجل البركة لما بيدعي على حد شاب فلسطيني حاول يتحشر فيني، ولاني ما سمحت لهش ولاني ما عطتش الاشي اللي بده اياه ضربني. حابين تعرفوا اكتر من هيك تفاصيل؟ بيقول لك شاب فلسطيني حاول يتحشر فيني. يا ديني على الشعر بتاعك، حتى وانت زعلان بتشعر يا سهورة. عموما يعني الفلسطيني ده عمك. ونكمل بقى ام الفيديو اللي بعديه وزيع. مفيش حاجة تاني؟ طب من هنا عزيزي نوصل لنهاية ام الحلقة. عايزك يعني لا تنسى ان تشترك في قناة اخونا علاء عفروتو، لان الراجل يعني بيصرف برضه في شغل وبيعاني ونفسه يوصل يعني. فارجوك يا عزيزي انزل اشترك في قناته، ولا تنسى ان تشترك ايضا في قناتي يعني، ولا تنسى ام اللايك الشارخ الفايح السايح الكاتي كاتي. اشكركم شعبي العظيم، اشكركم سلام. اكيد مش واحد يهودي عامل فيني هيك، اكيد مش واحد يهودي عامل فيني هيك. يعني شو يعني هذا الشغل على واحد يهودي يعمل فيني هيك؟ انتو قادرين تستوعبوا؟ انتو قادرين تستوعبوا الاشي انه اكيد مش واحد يهودي يعمل فيني هيك؟ اكيد لا. يعني لو حدا عامل فيني